السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، تشرفت بكم. أنا محمد هريدي في قناتي قوي صحتك. هنتكلم عن حاجة مهمة جدا ضرورية لحياة الإنسان، هنتكلم عن الماء. أول ما تصحى من النوم تشرب كوباية مية، والأفضل تشرب كوباية مية دافية. ليه؟ عشان جسمك وانت نايم بيفرز سموم، السموم دي عاوزينها تطلع على طول، عشان السموم دي لو قعدت مرة مع مرة مرة مع مرة ممكن تصاب بحصى في الكلية. يبقى انت تشرب مية على طول اول ما تقوم من النوم. فايدة المية اول ما تقوم من النوم ايه هي؟ اول حاجة انقاذ الوزن، دي برضو مهمة جدا، تسهيل عملية الهضم، دي كويسة. تشرب مية الصبح اول ما تقوم على طول، نضارة للبشرة وحيوية للبشرة وصحة للشعر. تشرب مية على طول، زيادة المناعة أول ما تقوم من النوم، اشرب مية. مية كوباية المية بتعمل على مساعدة المفاصل في عملها بشكل كويس بشكل جيد، وتقي من خشونة العظام. اشرب كوباية مية قبل الأكل، بيسهل عملية الهضم. شرب الماء يقي من تجاعيد البشرة. حاول ما تنساش تشرب مية، حاول يكون معاك ازازة مية، وحس اولادك اللي هم يكون معاهم ازازة مية وهم رايحين المدرسة خارجين يكون معاهم ازازة مية، في ازاز مية صغيرة تكون معاهم. افضل ما يعطش، افضل ما يشرب مواد غازية، لازم يشرب مية عشان ينشط دماغه. اشرب كأس مية او كوب مية كل ساعة، ونتمنى لكم السعادة والتوفيق ان شاء الله.